الإمام الرضا عليه السلام. أثارت قضية قبول الإمام الرضا عليه السلام لولاية العهد من المأمون العباسي الكثير من التساؤلات حتى عند بعض أصحابه، ولكنه يعلم أن هذا الأمر لا يتم له، وأنه سيموت مسموما بيد المأمون. الريان أحد أصحابه يسأله: يا ابن رسول الله، يقول الناس إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في هذه الدنيا. قال الإمام عليه السلام: قد علم الله كراهتي لذلك، فلما إن خيرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتل. ويحهم، أما علموا أن يوسف كان نبيا رسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكيف دخولك فيه؟ دفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، حتى قال لي: اقبل وإلا ضربت عنقك، على أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. يا مولاي، وما دخولك دخول الخارج منه؟ قلت للمأمون: أقبل ذلك على أن لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أنتقص رسما ولا سنة. وهل رضي منك المأمون بهذا الشرط؟ وقد قال لي المأمون مرة: يا أبا الحسن، لو كتبت إلى بعض من يطيعك في هذه النواحي التي فسدت علينا. فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن وفيت لي وفيت لك، إنما دخلت في هذا الأمر الذي دخلت فيه لم يزد في النعمة عندي شيئا، وقد كنت في المدينة وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب. وهكذا أبطل الإمام الرضا عليه السلام خطة المأمون في الاستفادة منه لدعم دولته وتدعيم حكومته بتذكيره بشرط القبول بالولاية. وهكذا كان كأجداده الطاهرين عليهم السلام، لا يطمعون في الدنيا ولا يطيعون ظالما مهما خوفهم أو أعطاهم ومناهم. صلى الله على محمد و